تعهدت الدول المشاركة في مؤتمر دعم لبنان الذي عقد مؤخرا بتقديم نحو 370 مليون دولار كمساعدات للبنان وفق بيان صادر عن المجتمعين. وكرر المشاركون دعوتهم إلى تشكيل حكومة مهمتها إنقاذ البلاد، مبدين خشيتهم من التأخير الحاصل في التحقيق القضائي بانفجار مرفأ بيروت الذي يحيي لبنان مرور عام على وقوعه. وفي كلمة له خلال المؤتمر، دعا جلالة الملك عبد الله الثاني إلى تقديم مساعدات إنسانية وصحية وغذائية للبنان، وأكد على ضرورة أن يلبي الدعم الذي سيتم توفيره للبنان، وطبعا بالحاجة الفعلية على الأرض الآن وعلى المدى البعيد. الدكتور خالد العزي، أستاذ العلوم السياسية، أهلا وسهلا بك دكتور. إذا يعني في الوقت الذي يحاول العالم أجمع، وطبعا على رأسهم الأردن، وكما رأينا جلالة الملك يناشد جميع دول العالم بمساعدة لبنان، يعني نرى خطوط نار تفتح على جبهات أخرى في لبنان، وبالتالي يعني هل يملك لبنان يعني قدرة التحمل اليوم في ظل هذه الظروف الصعبة وهذه المناشدات لمساعدة لبنان بفتح جبهات جديدة للحرب؟ مساء الخير لك أستاذتي ولمشاهدي قناة المملكة الأعزاء وللأهل في الأردن وللفريق العامل. بالطبع كل الشكر لمشاركة جلالة الملك في المؤتمر الداعم للبنان، والمملكة دوما كانت وما تزال وستبقى إلى جانب لبنان الشقيق. بالطبع هذا المؤتمر هو إحساس بالمسؤولية من قبل الدول التي تعتبر صديقة للبنان، لأنها ترى لبنان في حالة انحلال للسلطة بسبب الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والأمني الذي بات يعني يهدد الكيان اللبناني نتيجة عدم المسؤولية من قبل المسؤولين ونتيجة الفساد وسيطرة وتحالف الميليشيات على السلطة، حيث بات الشعب بواد، وهذه القوى هي لا تزال موجودة في واد آخر، بالرغم من أن هذه السلطة يعني عجزت ولم تستطع التوصل إلى أي حل ينقذ لبنان، لأن لبنان بات يمد يده إلى الخارج. طب نحن اليوم نعيش يعني في إقليم متقلب وملتهب دكتور خالد، هذه خطوط النار التي فتحت في لبنان، ما هي الرسالة من ورائها؟ هل من رسائل إقليمية تحاول بعض الجهات يعني إيصالها اليوم؟ يعني الرسالة واضحة، لحيث هي تحمل في مضمونها شكلان. الشكل الأول هو داخلي لقاعدة تغيير قواعد الاشتباك الذي فرضها في العام 2006 القرار الدولي 1701، حيث باتت يعني الفرضية الرد مقابل الرد تحت شعار الأرض الفارغة التي لا يسكنها ناس، ولكن ربما الأحداث الداخلية وهناك الاعتراضات الشعبية حاولت تعرية هذا المفهوم، وباتت تواجه الطرف الذي يحاول أن يجر لبنان برسائله الخارجية إلى معركة لا تحمد عقباها، وخاصة أن لبنان يعاني من انهيار اقتصادي، لا ماء، لا كهرباء، لا هواء، لا دواء في المستشفيات، الوضع مزري في لبنان، والناس يعلمون جيدا بأنهم لن يستطيعون تحمل هذه الأعباء التي تفرض عليهم، وهذه الأعباء هي من الخارج. بالطبع الرسالة الثانية هي رسالة خارجية حاولت
أن ترسل رسائل إقليمية بأن تجر العدو الإسرائيلي إلى معركة جانبية وتلهيها عن المعركة مع السنتر الذي يعتبر بمواجهته، وخاصة بعد ضرب الباخرة التي ضربت أو فجرت بحسب التقارير أو ألقيت عليها صواريخ بالمسيرات في بحر العرب. كانت هذه الباخرة إسرائيلية وعليها 2 من المواطنون البريطاني والروماني، وبالتالي إسرائيل نجحت في حشد سياسي كبير دبلوماسي تريد الرد ولا نعرف منه هذا الرد. كانت العملية استباقية بأن تفتح إيران المعركة من قبل أذرعتها، وبالتالي ترسل رسائل إلى الخارج بأن الأذرع لها دور مميز في المنطقة وتحاول الرد بحال تعرضت إيران لأي ضربة. وهذا ما قالته إيران سابقا بأن ترسانات صواريخ حزب الله وحماس هي في حالة الدفاع الفعلي عن أمن طهران بحال تعرضت لأي اعتداء. ومن هنا الرسالة باتت واضحة أن إيران تريد العودة بظل الرئيس الجديد، وخاصة هذه الحوادث يعني كانت في نفس المناسبة التي تقلد به هذا الرئيس إبراهيم رئيسي السلطة في إيران، يعني عملية التنصيب، وكادت تقول للمجتمع الدولي يجب عليكم أن تذهبوا إلى المفاوضات بسرعة تحت الشروط الإيرانية. وهذا الرئيس القوي الذي يلتف حوله المجتمع الإيراني والحرس الثوري الإيراني والمؤسسات الدينية الإيرانية، وبالتالي لا بحث على هذه الطاولة بصواريخ إيران البالستية أو بالأذرع الإيرانية. لكن كما يبدو بأن المجتمع الدولي لا يزال يعتبر أن عدم الدخول في حرب مباشرة مع إيران هو يعني من صالحه، ولا ينجر إلى حروب تسعى إيران فعلها مرة في في اليمن ومرة في سوريا ومرة في، ولكن اليوم يعني الشعب اللبناني هو من يدفع يعني الفاتورة أو الثمن اليوم، وبالتالي يعني إلى أي مدى تستغل إيران هذا الفراغ السياسي الموجود في لبنان والصعوبة في الوصول والاتفاق والجلوس على طاولة واحدة من أجل تشكيل الحكومة؟ يعني إيران لا يهمها صعوبة ومعاناة أي أحد، إنما يهمها مشروعها التي أنشأت هذه الأذرع وما زالت تسعى لإنشائها من أجل الوصول إلى أن تكون لاعبة إقليمية في المنطقة تحت شعار حماية المذهبية الأقلية ومحاربة إسرائيل. وبالتالي هذه الشعارات تحاول أن يعني تجمع الناس حواليها، ولكن بالأساس هي شعارات فارغة تريد إيران أن تضع نفسها في مواجهة مع المشروع الذي تحمله لكونها تريد أن تكون هي لاعبة إقليمية معترف بها من قبل السياسات الدولية الأخرى. وبالتالي هذا ما تريده بالعودة المسبقة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما في العام 15 وتواطأ مع إيران وترك أسلحتها وترك يعني أذرعتها في المنطقة، وساعدت ذلك بإعطائها أموال كثيرة مما ساهم ببناء ترسانات ومجموعات. بالتالي نحن ندفع ثمن هذا الخطأ الأمريكي الكبير. اليوم إيران تريد العودة إليه. لبنان هو يعني دولة من الدول الأربعة الذي أعلن مستشار الرئيس السابق روحاني، نعم، حسن روحاني، مستشاره علي يونس بأن إيران أصبحت أقوى وهي تحتل 4 عواصم عربية، نعم، ومنظمها، ولكنها يعني حروب جميعها بالوكالة. بالفعل أعذرني للمقاطعة ولكن لضيق الوقت. الدكتور خالد العزي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك.